ري مي فا صول لا صول فا مي ري دو سي لا. مرحبا. مقام الكورد. مقام الكورد كتير عالم بتغلط بينه وبين النهوات. شو المشكل بينه وبين النهوات؟ لأنه لا شخص بدق الغربة فقط لغير، أو إذا جبنا شخص من الصين أو من اليابان ما بيقدر يميز، وبيقول إنه هيدا نهوات أو بيقول إنه هيدا ماينر مينر. ليش؟ لأنه نحن من النهوات في تركيبة الكورد، ولكن نحن عندنا الشرقيين تختلف الرنة الأخيرة للمقام أو ختام أغنية معينة، فبقدر أسمع وأفهم أنه أنا على الكورد مش على النهوان، حتى لو كنت كل الوقت أنا عم دق على النهوان بالفرع اللي فيه النهوان. ولح أعطيكم مثل، أنا عم دق نهوان، كل وقت نهوانت، بس يصير عندي هيدا الشيء بس يقطع بدينتي هالنغمة أنا بكون على مقام الكورد. متى بقى مستحيل أعرف إلا أن أقول أنه هيدا نهوانت. إذن ختام الكورد هو كأنه خامس نوت من المقام عن نهوانت، يمكن معقد الأمر هلا بشرح لكم أكثر، اطلوع، أو هي ذاتها بخدها النوطة نزول. يعني إذا أنا على الري كورد ري، أو بعتذر إذا أنا نهواند ري، أوكي؟ فإذن إذا أنا على نهواند ري، ري مي فا صول لا صول فا مي ري دو سي لا، بالري مي فا صول لا أنا نهواند، ري مي فا صول لا سي صول لا فا صول مي فا مي ري، ختمت نهواند. بس لما أعمل هذا الشيء دو سي لا، كون أنا أكيد أنه أنا على مقام كورد. إذن مقام الكورد هو نص واحد واحد، هو اللي بيميز بينه وبين أي مقام تاني، خاصة النهوانت بختامه، أوكي؟ ولكن بدكم تنتبهوا معي على أنه في لغط أيام بينه وبين الحجاز. رح سمعكم كيف الحجاز، هيدا حجاز عري، ري مي فا صول فا مي ري، بينما كورد عري هو ري مي فا صول فا مي ري. فرق كتير كبير، ركزوا مع حجاز الري، بينما كورد ري، بينما إذا بدك دقيت نهواند ري ما بكون أنا على كورد الري، بكون على كورد شو؟ ري مي فا صول لا، أوكي؟ أو ري دو سي لا، يعني بتنزل ونزول أو بتطلع وطلوع، بكون على الكورد. شوفوا هيدا نهواند، سمعتوها؟ دو سي لا. إذن مستحيل أقول إنه هيدا كورد غير ما يرن بدينتي هيدا المقام، تم هيدا سوري بعتذر، غير ما يرن بدينتي هالجنس. تارارارا تي تارا، وكتير بالأغاني اليوم أو
من تأليفات اليوم اللي عم بتصير هي عم بتكون على مقام الكورد. شكرا لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الدرس والتمييز بين كورد أو حجاز أو نهاوند اللي هو دايما بيوصلني إني روح على الكورد إذا أنا حابب إنهي، لأن الأغنية دايما لازم شوف وين بتخلص تقدر أعرف وين أنا وشو بعلاقي مقام. وهذا سبق وحكيته بغير دروس بغير مقامات بالفيديوز عنا بغير دروس. شكرا لكم، تابعونا.